صدر قبيل الذكرى 9 لثورة يناير كتاب مهم بعنوان ثورة يناير رؤية نقدية. يحاول الكتاب رسم خريطة للفاعلين الاجتماعيين في سياق ثورة يناير وتحليل الأزمة الناتجة عن تصدر العلاقات الاجتماعية وتجمع تناقضاتها وتكثفها حول مركز السلطة السياسية في المجتمع. ويبحث الكتاب أيضا عن ماهية هؤلاء الفاعلين بصرف النظر عن نوع التغيير الذي استهدفوه، سواء اتخذوا شكلا منظما متعارفا عليه أم تشكلوا في شبكات انفضاضة من أفراد ومنظمات. حول هذا الموضوع انضم إلينا الباحث علي رجال، الباحث في علم الاجتماع السياسي وأحد من شاركوا في تأليف الكتاب. برحب بيك يا علي. مساء الخير، ازيك يا عم؟ أهلا بيك، أهلا بيك. يعني يمكن دايما احنا بنتكلم وكل ما تيجي ذكرى يناير بنتكلم انه للأسف ما فيش محاولات جادة، ما فيش محاولات بحثية تحليلية وتشريحية بتقول ايه اللي حصل في يناير، وايه يعني الأخطاء وايه الأشياء الجيدة وايه البنية كمان الاجتماعية اللي خرجت. كل الحاجات دي كان فيها نقص. من وجهة نظرك إلى أي مدى الكتاب بيغطي الجزء ده؟ والله طبعا يعني انا كاتب فيه مش هينفع امدحه قوي. انا يعني اعتقد ان هو كان محاوله جيده جدا الحقيقه، والزملاء عملوا. انا بالنسبه لي انا شخصيا استفدت جدا من الثلاث فصول التانيين والمقدمه كمان اللي كتبها عمرو. يعني كانوا بالنسبه لي مهمين، ان كمان كباحث وكسياسي افهم شويه بشكل اعمق ايه اللي حصل في مصر، ايه ليه النتائج طلعت تحديدا. يعني كمان كنا بنحاول نشوف ليه النتائج طلعت بالشكل ده، كان ايه افق وحدود والشروط المتاحه للفعل السياسي، وجود الحركات الاجتماعيه بدون الانغلاق فيها. لان احنا عملنا شغل قبل كده على الحركات الاجتماعيه، كان مصاب عليها بشكل مفصل قبل كده مع دكتوره دينا الخواجه، كان كتاب جيد جدا برضه، بس كان يعني رايح في الزاويه محدده جدا. فانا مثلا شخص انا بشكل شخصي جدا استفدت من فصول الزملاء والاصدقاء الثلاثه الحقيقه، عمرو وهدهود. كان بالنسبه لي ملهم جدا اشوف كمان ايه الشروط اللي اتحركت فيها حدود افعالنا. يعني هل كمان، لان كمان في شكل دايم في لوم ان احنا اخفقنا، انما دي كمان كانت محاوله هاديه شويه، ان احنا طيب نشوف هو كان ايه المتاح، ايه الامكانيات اللي كانت ممكن، القوى الاجتماعيه دي نفسها بالبلدي كده كان ممكن يروح فين ابعد من كده. طبعا ده ما ينفيش عشان بس ما نقعش في فخ البنيويه، ان هي دي كان يعني ده امر الله ودي حكمته وده مش كان متاح وما كانش فيه اكتر من كده، وبالتالي ما بقاش فيه معنى للنقد الذاتي. طب ايه اللي خرجتوا بيه من الكتاب؟ او يعني بمعنى صح، انا لو انا حابب اشتري الكتاب، اي مشاهد عايز يشتري الكتاب، انت بتقول له هتلاقي في الكتاب ايه بالظبط؟ بص، انا اعتقد الميزه اللي ممكن تكون موجوده في الكتاب ده شويه هو ان انت تقدر تشوف نفسك كفاعل سياسي في اطار اكبر شويه. يعني ما تبقاش الحاله منصبه على الحاله الذاتيه الفرديه، ان احنا الفواعل الوحيده اللي في التاريخ، وبالتالي تقدر تشوف طيب هي كانت ايه الوضع بتاع البلد، ايه الوضع بتاع الاقتصاد، ايه الوضع بتاع قوى الانتاج، ايه كمان الخيال السياسي واللغه السياسيه اللي كانت موجوده، وتبتدي تعيد قراءه دور او دور مجموعتك اللي اتحركت ودور الحركه الاجتماعيه بتاعتك في ظل القراءه الاوسع، تبتدي تقدر تقدم نقد ذاتي اكثر فاعليه شويه من ناحيه انت تقدر تولد منه فعل او خطاب سياسي اوسع. ده واحد. اتنين، اعتقد كمان ان هو مهم لان احنا نفهم طيب لو هي الشروط البنيويه اللي اتحركت فيها الثوره كانت 1 2 3 ده ممكن يتوسع ازاي؟ تمام؟ او ممكن نتعامل معاه ازاي؟ يعني ممكن ايه يعني ايه اللي كان ممكن يحصل او ايه اللي ممكن يحصل بمعنى ادق دلوقتي، يعني مش معنى اصلا رجعي الدعاية، يعني ان انت تتحرك في الشروط دي وتبقى فاهم كمان ان بعيدا عن الاحلام الكبيره قوي، ان كمان كل محطه تاريخيه ليها حدود امكانيات تقدر تتحرك في الشوط ازاي، من ناحيه توسع ده وتبقى قادر تبني خطاب ملائم للشروط اللي موجوده ده هي، وفي نفس الوقت تعرف تتفاعل مع المكونات المختلفه في المجتمع. واعتقد الميزه اللي فيه شويه ان هو ممكن يخلينا نشوف السواق اوسع. طب انت كنت بتقول انه او بتنتقد فكره الروايه بتاعت انه لم يكن في الامكان افضل مما كان. هل كان في الامكان افضل مما كان؟
ايه الاخطاء اللي تم ارتكابها، ايه الحاجات اللي انتوا شفتوها، لو اتخذ قرارات غيرها او قرارات مغايرة ربما كان الوضع بقى مختلف. يعني هو بص برضه هو الكتاب بيحاول يتجنب الفخ الإرادوي ده من ناحية تانية، يعني هو فكرة إن كان ممكن يبقى فيه إرادة حاسمة هي اللي هتغير مسار الأمور، كمان الكتاب بينقد ده جدا. بس أعتقد إن اللي ممكن نبص عليه وده تاني ادعاء الحكمة بأثر رجعي، يعني فمش أذكى حاجة، إنما اللي كان ممكن يتشاف شوية هو كان إيه حدود الفعل الإصلاحي وإيه حدود الفعل السوي. طبعا بدون ما الاثنين، مش بالضروره ان انت تحط الاثنين في تناقض او في ثنائيه معاديه لبعض. اعتقد ده مثلا اللي استفاد منه جدا الاخوه في السودان، هم استفادوا جدا من الدرس ده، من الدرس المصري تحديدا. يمكن احنا واحنا بنناقش ازاي ان انت الثوره امبارح كنا بنتكلم على الموضوع ده، كنا بنتكلم على موضوع انه التفرقه بين الفعل الثوري والفعل السياسي او الفعل الاصلاحي، انه كانت الامور والفواصل مش واضحه بين كل هذه الاشياء، وبالتالي تسبب الامر او وصل الامر الى ما وصل اليه. الناس ما عرفتش طبعا هو تشتغل في سياسه كذا امتى وتخرج شارع امتى وازاي تستغل الشارع في ان هي تدعم موقفها، يعني الامور ما كانتش واضحه. شوفوا، اعتقد كمان نقطة مهمة ممكن يعاد التفكير فيها تاني، هي كمان ان مفيش حاجة اسمها ثورة معادية للاصلاح والسياسة، ومفيش حاجة اسمها اصلاح كده يعني الثنائيات دي كلها لازم كانت تتفكك لصالح ان انت تشوف ان الفعل السياسي والفعل السوي دول حاجات أو يعني أوسع من إن أنت تحطهم في ثنائية، ويا مش هنلعب سياسة، لا هنلعب ثورة، لا أنتوا مجانين. يعني ده شوية في حالة كده، في حالة طفولية طبعا، يعني كان في حالة طبعا طفولية، ده ما فيش شك كلنا علينا منه. يعني أنا ما بعفيش نفسي من مسؤولية ده، لأن كنت أحد الأشخاص صغير في السن يعني كمان في الوقت ده، فما بعفيش قصدي نفسي من المسؤوليه. بس هي كان سيبك من ذواتنا، يعني كل الثنائيات اللي اتحطت دي ما كانتش حاجه صح قوي. وما ينفعش ان انت تحط الناس اللي عايزه تلعب سياسه في مواجهه الناس اللي عايزه تلعب صوره، يعني وحتى اصلا فكره يعني ايه تلعب صوره ويعني ايه تلعب سياسه، يعني كلها كانت كلمات غريبه. يعني خطاب سياسي كان غرائبي شويه، يعني الواحد يبص على الثاني بشكل متأني كده، اللي هو يعني ايه؟ يعني حتى مش هتلاقي حاجه ان انت تناقشها قوي، هتبتدي تسال ببساطه وهي يا جماعه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، يعني مش يمكن من الحاجات اللي ما احنا فيها فراغات موضوع تشريح الثورة اجتماعيا حصل. يا علي، وده جزء مهم في الموضوع. من خلال هذا التشريح وصلتوا لإيه؟ التشريح الاجتماعي للثورة. والله طبعا هو احنا وصلنا لنقطه ان كان في شروط صعب تجاوزها جوه المجتمع المصري، وان اللي حصل كمان كان في امكانيات اعلى من الحدود البنيويه دي، وده كان في حد ذاته شيء قوي، ينوم ان حصل حاجه كبيره في مصر. بس كمان كان في تضخيم جامد للي حصل، يعني كان في تضخيم جامد للي حصل يتجاوز الامكانيات المتاحه لينا كفاعلين، او الامكانيات المتاحه كمان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعالمي كمان. هل أو إلى أي مدى غياب بس المفهوم ده؟ تفضل كمل. فصل مثلا، خليني مثلا اتكلم على عشان يبقى الكلام بس اوضح اشعاعي، على مثلا 3 نقاط من الفصول بتاعت الاصدقاء. هتلاقي مثلا ان فصل عمرو عدلي بيوري لك فعلا هو ايه الوضع بتاع القوى الرأسمالية الكبرى في مصر، علاقتهم بالسلطة وحدود ده ايه، وبعد الثورة كمان كانت بتتحرك في انهي افق، تقدر تروح وتيجي فين، ومدى الاستقلاليه ومدى التماهي مع ده كمان بيوري لك تمام جزء مهم والمهيمن هو الاجتماع المصري ده عامل ازاي. هدهود عمل حاجه ذكيه جدا، ان هو حط كل خيارات وافعال الاخوان المسلمين كجماعه مركزيه ومهمه جدا في الفتره بتاعت الثوره وقبلها، لو حطها في سياق قال لك والله طيب خيالهم السياسي كان بيقول ايه، الشروط السياسيه والاجتماعيه بتاعتهم اللي اتحركوا فيها، مستوى اللي كان متاح وتلاقيه مع الخيال السياسي وقدرتهم على التفاعل معاه كانت ايه، حدود المكنه بتاعت الاخوان دي من الناحيه التنظيميه والايديولوجيه كانت ممكن تروح فين، فبيخليك تقرا حتى الاخوان بشكل اهدى واعمق شويه.
عم عبد الرحمن اللي هو محامي الكتاب الرئيسي عمل حاجه في منتهى الذكاء الحقيقه، ان هو ورانا الافق السياسي بتاع ثوره يناير كلها جاي منين، واتبنى ازاي عبر السنوات اللي من 2000 تحديدا من 2004 ل 2010. وقال لا يا جماعه، طيب ما هو ده الافق السياسي اللي اتبنى للثوره دي، وهي عملته بالمناسبه يعني حققته. يعني مثلا ده حتى كمان بيخليك تعيد فكره تقييم النجاح والفشل والهزيمه وكل الكلام ده، ما هو في جزء من الافق السياسي اللي طرح ما اتحقق حصل. يعني انت كنت عايز تغير النظام السياسي بمعنى مبارك والحزب الوطني تمام وعدم ايوه التوييس، حققت الثلاثه، شلت مبارك، التوييس ما تمش، حليت مجلس الشعب، حليت الحزب الوطني، دعيت لانتخابات تمثيليه جديده بمشاركه كل القوى، وان الجيش يبقى هو الحامي الرئيسي للعبه دي، كل ده حصل بالمناسبه. فهو كمان ما كانش فيه افق اوسع بس قدر ان هو اكيد يبقى في نفس المطالب كانت تقصد انه ده يحصل بشكل منتظم ودوري وثابت، مش بشكل مرحلي لمدة سنة وبعدين يختفي كل ده، ويعني اكيد ما كانش ده لا الهدف. طبعا. بس خد بالك كمان الثورات جواها معادلات وتفاعلات ضخمه جدا، اسمها ثوره عشان كده، تغير كبير بيحصل وتغيير في المعادلات. ما هو كمان مش معنى ان الافق اللي كان محطوط ده هو فضل مستديم، ما حصل مفارقات كبيره، في ناس وسعت الافق، في ناس ضيقت الافق ده لحدود اضيق، في ناس كانت عايزه تهدمه خالص وترجع للحظه 24 يناير، كل دول اتخانقوا مع بعض. بالك كمان برضه من نقطة مهمة لازم دايما طول الوقت نفكر فيها شوية، إن الثورة فعل ضخم جدا من الناحية الاجتماعية، بمعنى إن حتى لو الثورة المصرية دي بدأت في مراحلها الأولى كثورة سياسية محدودة النطاق، سهلة، واضح كمان هي بتتحرك في ذكية في بعض المحطات جدا كمان في إدارة مسألة العنف، إنما كمان في حاجة كانت أصعب مننا كلنا، وهي إن الأطياف المختلفة والشرائح المختلفة جوه الاجتماع وطبقاته مصحوبة بأيديولوجيات كبيرة وثقيلة مهيمنة على البلد كلها، تصادمت مع بعض على مدار طويل وما زالت بتتصادم. يعني هو أنت خد بالك الجيش أول مرة يبقى عرضة لهذا النقد الحاد في تاريخه تمام، الإسلام السياسي يبقى بيتعرض لحالة انهيار غير مسبوقة ليه، مش بس لمجرد العنف والبطش الامني، انما لا مكوناته الاجتماعيه وخطابه والايديولوجيا بتاعته تعرض لحاله تفكك عنيفه جدا، كذلك الحاله بتاعت ايه الايديولوجيا السبب بقى في ده يا علي؟ هل ان ما كانش في استعداد؟ لانه ما ده كان حاصل لما حكم مثلا بن علي لمده طويله، ولما حكم البشير لمده طويله، لكن كان في كيانات متماسكه، كان في قوه عندها خطاب واضح واهداف ومطالب واضحه، فبالتالي لما اتصدت للاماكن دي وكان عندها كمان انحيازات واضحه، فلما بقت موجوده طلعت من الاجنده بتاعتها. هل ما كانش في اجنده بقى عند القوى المصريه؟ اه طبعا كان في عوائق في ده، وكان الاجنده زي ما حكيت لك كده، مثلا ده اللي قاله فصل من الاجنده اللي كانت مطروحه كانت حدودها وافقها الاجتماعي ضيق جدا. كمان انت الحقيقه كان في تجنب كبير جدا للاجابه على بالذات في المرحله الاولى مش بعدين، للاجابه على الاسئله المركزيه. يعني كان سؤال مثلا هنعمل ايه مع قوى الاسلام السياسي؟ الاسلام السياسي المنظومه الدينيه وتوغلها في حياتنا، ده سؤال محدش عارف يجاوب عليه بجديه خالص. ده مثلا واحد، ده على مستوى التفاعل السياسي وغيره. سؤال مثلا مركزي جدا هو السؤال الاجتماعي وتوزيع الموارد والثروه، فلوس يعني، محدش فيه يجاوب عليه خالص خالص. ده مثلا سؤال تقريبا تواطأ عليه الجميع، يعني هو ان احنا مش ندي اي بعد اجتماعي للثوره دي، حتى لو فضلت تقول عداله اجتماعيه والكلام ده كله، انما على الارض وكاجندات موجوده كله تجنب ده. ويمكن كمان ده اللي مثلا ضرب الثوره، اللي هي الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه مش الجوانب السياسيه. يعني ما افتكرش انه كان المصريين عندهم مشكله مع فكره تداول السلطه، لكن المشكله ان هم تصادموا او اصطدموا بانه في سنه ونص او اكتر شويه من عمر البلد ما حسوش باي تحسن اقتصادي، كان عندهم مشاكل، كان عندهم تصورات ان الثوره هتيجي تحلها بشكل سريع وفوري، وده ما حصلش. فربما كان ده اصلا اللي خلى الناس تغير موقفها اصلا من الثوره. بص، ده احد المشاكل، مش ان الثوره ما حلتش ده، بس ما فيش ثوره في العالم هتعرف تحل
المساله اللي انت بتحكي عليها دي في سنه ونص، سواء كان المشكله ان انت ما قدرتش تنظم قطاعات اجتماعيه تقدر تخوض بيها الصراع ده لمصالحهم، تمام، على ان هم هيكسبوا موارد جديده او هيزيحوا طبقات تانيه. هو خد بالك كان في محاوله للحفاظ على البنيه والشروط الاجتماعيه القائمه بالفعل. فهو بعد لحظه الناس هتبتدي تتساءل، هو انا هتخانق معاك ليه في الموضوع ده؟ او هتخانق على ايه تحديدا؟ مع طبعا حاله الفزع والهلع اللي حصلت من غياب الدوله، مع حاله الجنون اللي اصابت القوى اللي موجوده، وبالاخص الدخول في مرحله الارهاب، فكمان بقى في تدافع وصراع اجتماعي اوسع على استعاده الدوله نفسها. صحيح. اللي التقفوا مثلا السيسي، ما هو خد بالك يعني المواضيع برضه لازم نفكر فيها، ان هو ما فيش كده انقلاب مثلا او قلبه للثوره بتحصل من افق ديمقراطي لافق قمعي جدا، لان في ناس صحت ثاني يوم قالت لك خلاص عايزين ليها سياقات وليها نفكر. أسباب، وهو ده اللي كنا مستنيين التحليل والتشريح بتاعه. أكيد محتاجين لسه لمحاولات تانية وكتب تانية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الرجال، الباحث في علم الاجتماع السياسي وأحد مؤلفي الكتاب. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لنناقش انسحاب الفنان والمقاول محمد علي من الحياة السياسية. ابقوا معنا.